السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقنا حن نقصو بنايا والبنت كوان وقصو عصام وزارة حيرك قرياشة يا المبارستا وزارة سوا وزارة البولاء وحيرك كتير وشيء وزارة واحد عصا صحيح اللي حيل عطيكي بشي لحد لو كنا يوصل تحية تونكي بشي رب غضام بيحد ما أنت نوار غضام يا خلك اللي لك الوريجية وير بيت تبتي وزارة دو سيدو كلاي واحد حفل وزارة مكي ورا واحد يحيد حفيزك قرياش حفيزك سياسة حيلك قرياش يدوينا حقه هرمرتا وسعر دو حيث ما يصير هرمر آلوي مدد هي وسعر دو جرتي خلصنا وسعر دو حقله كتها لابسطي هرمر بلارن وحق قابض عنها دين عيضا هرمرتا حقه شغالة وسعر دو مركي هرى وسعر دو يروا قوان بيحيد لكن وين بك وسعر دو شغالة هيدو مركي اللي سوكيو وحوي يعني كويو فرطان قف فواصل سكوت جرا قاسم واحديو وطنيال شغال هوسات وساردو حكلاه صدق كله ساردو حكلاه يقف وانتهي لح واحد ولبار ما تيسنا فواصل كله واحد ما مولك حلت خلافات ك حير كجوايرشا تدوينا لطنيا حكا شنو هذا أركيب يلا research and technology وساردا مركي وهرب واحد only أو كليا حير لحمين عمر فواكي باهيد الله قبوا وحيوها الرسيجكا هي تكنولوجيا وحيو وزارة مركز لبضاء قيبوض بوا لبضاء قيبوض وعصب وصفية عن اوها وقلائمك دين عقلة وزارة سنة وحي قاعدتي شغالة لن لبعطان قف وكتشركو يا فرطنك قف كواسي او انتو دبغاني تاي لليالدي وحبرشدة كسوق الاجبسي حاجة جامعالة شغالة وحاقة لو انقاعتين توفروا في عن سي اي الأقوال تودا يحرفوا تودا لو كوليو ما أتك شق ما أتكنا شغالة أيامي أنت بدن خليك تعال هدول هنا دوم سيدي كلا شغالوا حكلا العين حنان كودي شغل كنا أبو بعض العين هي كودا قارن يحرف لي هذا حاله حاجة حفيزة هي قلوين سردوا حيلة العين لو قوم حفيز متكسابة وصف يعني قلبيسي هاي أنا qalabaysan yahay xafiisyada mid kiiba hore ayuu ugu hore ayuu shaqayn jiray midka kalena waa mid cusub oo kale ah lagu taag galay inay ku shaqeeyaan waaxaha research-ka and technology-da labada waaxood oo lagu soo kordhiyay wasaaradda inaguna cusub madaxweynuhu ku taag galay inaynu horumar fiican iyo research iyo technology-da horumarkeeda lagu marku arkay baahida uu qaado qorsho xagga gaadiidka وزارة وحا أيلاء دعي سدح جديد انت كان إن شاء الله سنة سنة يلكوجرنا إن أعلموا قدرنا هدو الله إرادو وأنا بحثتي وزارة سوفي عم بيها وشي دو صحوتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو حان دولة إيران الشيء تدويني إنا حاكي كسوة قيب قريب قوت الوزير كان أصبوه نسيب وين وقو نسيب وين هاي وزير هذي هوري حيرار كمار كان كوه ريتشي إنو مدبانو طبان حير كوه ريتشي ومر كاتشي مدبانو سودو كوه ريتشي ما تبع حان كوه ريتشي إنا لبي اللحظة حير أيان هو تقول رجيم الوزير كان مسؤول ما قال سلاس هو نسيب لي هاي قالوا إن كيكه الرئي إن فين وكسو قاري واحد قالوا إن كوه رجيمنا طبعا حير أيه ما نكون مكان قلها وكيلا وأنسحنت هذه يجينا للسوق أيه ما قال سيد هو نسيب وياي ككسي الدم بيا أنا إن شاء الله تعالى وقت يوسف مالا وحير رواين هراء وهايني ما يصيرنا معلبة وين لا أبقى عندنا طلابة إنه قادر معلبة حير كذينا إنه سمين ويتيا فين أنا حير كمان تي إنجليز كان حير كمان أنا دخل تي كله
ودعس إنجليزي يا فينا وحيرون كده حل مشكل مركا حيركو ما لب حير باسو كله ما توي لاهي مهدي تط بدن با واحد كون دعودن إن حير باتين حير كوتشنا لكن سه طب خادد مركا الدولة توي طب خدو تدوينها لوجه بهينا يوم القاتان وهاي هتاني تدوينه أنا قاتان شرعة يروح نقول يوم ورقد مهل تعلق وحكلون آديات بقوم هالنقيا حل بنا بيقولها وكيلة دلفت دول وأنا وأكبرها قريب كم دوت شوكتا هي أنا وأنا مهندق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا فرح الله حفلة التنايل شوكنا إيه ذكر ولك وريك اليوم إيه ذكر ولك وريك إياه أنا أقول لك أيام بكره إنسان قومي واحد ما لي يروح وليس عدوه إليه وعن آلي آل يسرد وين إياه وزيرك عصب وعن الوحسي وناكس يسرد وين إياه وعن آل سبوتين وزير دوران وشقين وعن آل مهد مقينا أنا حافظ كم هو مكتوب عليه وح أهاكت تشرب الحطويلة بل حوالينا شوية سرنا الآن سرعوا قاضي مقرر إساء وسيادة كارجي تعالي يا دور مهم غياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن قربها يوحل كم بقى أن ورشقين مدرر أي نقد حيسي وحن ربا إنه كاميرا دالين دونه kana si aan baqaadi doono halku wasiirki hore kaga tagay aad baan ugu faraxsanahay waana ku soo dhaweynaya cali waana ku barbar taaganahay waxaanan ilaahay kaaga rajaynaya xilku ma fududa inay culays kasto u leeyahay in ilaahay kugu asturo waayna waa xil umadeen intaas aan kaga baxayaa marka horeysa wax weeyaan wasaaradani waqti hore يلا أساسي 1993 مركين بور وكان يبني لكن انت انتبه انت من تتمير نغطوير كالقوضي مدائن كالسؤالي وهويا وساردو مركا حيال كالليا دولته وصدح واحد وفرنتي وشرع دجنتي ايو قلضي الضائقة ابا محكمة دي صدح لا واحد بركة تعي هذه جار شقاد واحد كصوت هو واحد فلين تويا واحدا كر واحد بشقيسا واحد يقول يا شاك الصوب هاي بشقيسا واحدا شل الدجنتنا انت برا واحد شنو الصوت الدجية الفرصة ما يقان كعي وتكنيشنس كعم به ادعاء طاي وصيصة عم بكونسر منستر سيوه كي مدام هذه جار وأقول لنا برلمان والدويجس يوح كدمان يكترز يأتي وحجران مركا حديركا إن الحوجيو والسو سودويو واحدة شبع الدجنتا يا واحدة فلنتو وهو مهم يحي حول سعوثين تا دولة نمرا أي مهم يحي إن حديركا الحوجيو آدي آد بانو أنه دين عيقا أنا أقول حقيقة كرجل وكيل هذا كوكيلة أدي أدبنا أنو سدوين دونا ورشقين دونا إن شروع بدن وأم بطالة أم بإن قد يمان أي نسخ بردجنو ولا كانوا ولا دمايسترو علي ونفر فرعون نكي أدنى أضيوها أول بدن ونسلو قدمينا ونلسو الزين دونا وصبنا نصي وضحل الدونا وهي أن فرصناها كده عنه هي وارجنا مهارم كده عنه اللي هو كردين كرو وزارة ده أدينا أحوجين تحديد كقرية شعة
وحيابها قبيلة أصل اللغة قبيلة وأن كوضها ساودونا وأن كوضها شقين دونا إن شاء الله وحلاي وزير هوري وزير الدا مستر آدم شقا روس بات قبطي انتيا جوكتي أساس بات في عمبات سميسي لنا علم بارس لنا عكربة حولها أيو سيودي دونا وضنا علينا een wixii la xiriira weeragnimada war soo biirsan doona aad iyo aad ayaan u soo wanteenaa wasiirkii hore aad iyo aadna waxaan soo dhaweynaa wasiirka cusub mudan cali assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh een awalan horta waxa halkan na keenay anagu cali xamid shabiir waxaan jiray baxda een waxbarashada بعد واحد برشلونة واحد صف قادم بورنر بعد واحد برشلونة فريدة مرتضى مركا وجوه رئيسة وحلاه علي ونوح بليين إن هذا النهاي وسارة واحد برشلونة وحلاه نحن بليو congratulations هل كان عصبة ودي كودي بين مدحنا تشكر دسمان لأن بدنا أحمد محمد محمود مرلباتك وحن سقوطينا سيدر جوه رشيا جاي وسير جوه رئي عادم ورسمه وهاني نادو قيمة بدن oo ka shaqeeyay wasaaradda xiriirka golayaasha oo ahaanina qolle een isagana waxaan leen waan sii sagootinaa waxaan leenahay jidka toobii ilaahay kaaga dhigo een waxaan doonayaa inaan yar ka jiraahdo wasaaradda xiriirka golayaasha iyo wasaaradda waxbarashada xiriir baa ka dhaxay xiriirka ka dhaxay waxa weeye waxaan research ka leeyahay technology-da iyo cilmi baarista waxay anagu waan leen akadeemiyada aan leenahay waa research waa anagu wada haysaa marka waa saaxiibka Cali Xamud waxaan leen saaxiibka xiriirkaas ay naga dhaxay oo ka wada shaqeynaa research een de marka waan ka wada shaqeynno hawshaan diirahay idan ka dhigo een hadalkayga intaas aan ku soo koobay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam kadib hafladda qiimaha leh aan isku imaanay aanu ku soo dhaweynayno sirka cusub xiriirka golayaasha kule wareegaya xilka wasiirka cusub cali xamed jibriil iyo wasiirkii hore sare adam waan cali xamed soo dhaweynayaa waxaa la ku soo dhawow wasaaradda cusub ku soo dhawow xilka cusub ee lagu magacaabay waxaanu kugu hambalyeynaa xilka waxaana la ku baryaynaa inuu ilaahay ku sakiro xagga weyne lagu dhiibay ee ummadda ay leedahay waxaan sidoo kale sagootiyaa wasiirka hore xilka golayaasha oo runtii ahaanin aad iyo aad u qiimo badan mutacalina ninba xilka mar inbuu hayaa waxaan isagana leeyahay allah ka abaaliyo intii xalka qaarka u haysay ummadda wasaaraddu waa wasaarad aad u qiimo badan waa wasaarad ka shaqeysa xiriirka golayaasha golayaasha marka la leeyahay waa labada gole ee baarlamaanka ee guurtida ama golada wakiilada iyo guurtida iyo kaydinta shuruucda dalka waa aada iyo aada bay muhiim ugu tahay si ay mar walba u abdeed galayaan golaha fulinta ee xukuumadda kaalin weyn bay qaranka runtii ugu sugan tahay waqti horena waa la asaasay laakiin waqtida qaarkood waxaa laga yaabay in aan mararka qaarkood laga booday ama aanay waqti jirin runtii waa wasaaradda markaa qiimo badan ugu fadhida maadaama waddankeenu yahay waddan curdina oo u baahan in shuruuc badan laga shaqeeyo in la kaydiyo in shuruucda qaarkeed amendment lagu sameeyo waa wasaaraddii isku dabariri lahayd wasaaraddii kaydin lahayd waa wasaaraddii uga baahnayd runtii halkaas waxaase ugu sii bireemi karaa tiknolojiyadu inagu baan qaan baan umaleeya tiknolojiyada laakiin waxaan u malaynayaa maadaama wasiir cusub iyo aad u karti badan waxaan u malaynayaa inay tiknolojiyada ama research-ka waxaa la dhahaa inuu hoos iman doono wasaaradda si rasmi ah iyadoo aada moodo in wasaarad walba ama meel walba research laga hadalayo baahina waxaa loo baahan yahay in la mideeyo ay meel isku yimaadaan sidaa madaxweynuhu sheegay oo meel ku xusay ama dekretada uu ku magacaabay labada wasiir kala bedelay iyo ka cusubba in ay meel isku timaado oo ay xarun yeelato waa arrin aad iyo aad u muhiima cali xamud macalin baanu ahaa waa ardaygu buu ahaa runtii nin aad u firfircoon buu ahaa ilaa waqtigu ardayga ahaa waxaan xasuustaa markaan secondary ka baxay shaqo qarantii
ayaa maxaa loo ahaa dad laba sano ka badan runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u karti badan orod badan shaqo badan aan daalin waxa uu daameyna gaadha waxaana leeyahay imika nooma dee xilib ka weyn oo meed baa lagu dhiibay waxaan filayaa inaad noqoto dadaale sida ugu firfircoon wasaaradda musuq aa wasiirada maadaa ugunayaa dhalinyar ahaan marka waaa soo dhowolan salaanka bacdi munaasabadu runtii waxay leedahay kelmad mas-uulka hadda runtii la magacaabay cali xaamuud iyo wasiirkii hore xilliga golayaasha aadan aadan muddadii uu joogay runtii wasaaraddu way ballaaratay xafiis ku kooban bay ahayd waaxda xilliga golayaasha iyo dadweynaha wasaaraddii markaa imika qaybo cusub baa lagu daray maanta wuxuu wasaaraddii wareejinayaa iyadoo ka ballaaran intii markii hore ugu yimi isaga intaasaa markaa ugu filan waxtar maadaama wasaaradda ay ballaarantay hawsheeda ay ballaaran tahay cali xaamuud halkan uu yimi horta waxa shaqadeeda ka ogolaa xilligii golayaasha waa labadii golee guurtidii iyo wakiiladii ee baarlamaanka dee halkaa waxaa joogaa xildhibaano lasoo doortay xildhibaano lasoo doortay iyo markaad xukuumad xidhiidhinayso dorta dadku sugayaa la xidhiidhiyaa subax walba iyagaaba ku kalahaya wasaaradaha iyo madaxtooyada iyo meel walba iyagaa tegaya marka xidhiidhintu waxay u baahan tahay ilo waa xildhibaano la doortay oo runtii dee meel kugu xaraysnaa maayaane hawl yar maaha xafiiska markuu waaxda ahaa baan anigu mar joogi jiray oo ka shaqayn jiray ama madax ka ahaa waxaa loo baahan yahay runtii in uu culayska saaro oo runtii aada iyo aada iyo aada uga shaqeeyo marka hore golayaasha iyo xidhiirka ay la sameynayaan xukuumadda inuu xoogaal u noqdo oo ciddii golayaasha ka mid ahee xafiiska timaada ee dooneysa in la gudbiyo wax baadee sii qaabilsan ka mid ah xidhiirka golayaasha oo isla qaybtan ka mid ah odayaashaas runtii in loo sahlo sida ay ula kulmi lahaayeen qaybaha xukuumaddii ay wax uga baahan yihiin waxaa ka mid ah wax alla wixii mooshin golayaasha ka soconaya gudahooda uxoogaal noqoshada loo xoogaal noqonayo kulba halka wax maraya xukuumadda lala socodsiinayo xafiiska iyadana uu wixii saaran yahay xeerarka halkaa runtii yaalla ee laga warramayna waxaan oran karaa meesha qura ee maanta aynu ugu tegi karno ilaa maalintii somalilan ay qaranka noqotay wixii xeer soo baxay mid sidiisiiyo mid la bedelayba halka ay ku kaydsan yihiin keydka aynu ahayna waa wasaaradda xilliga golayaasha oo runtii ay joogaan dad mas-uuliyiina oo hawshaa khibrad badan u leh oo haddii maanta la damaa xeer cusub in la abuuro loo baahan yahay horta iyaga in lagu horreeyo kii jiri jiray in la weydiiyo oo kaa dabeedna amadna lagu sameeyo oo laysweydiiyo waxaa ka mid ah intaa tiknolojiyada iyo horta la gaarinba cilmi baaris waaxda arrimaha bulshada ka mid ah oo iyaguna runtii waxay xidhiidhisaa wax alla wixii dadweynaha ay xidhiidh la yeelanayaan madaxtooyada dadku ay doonayaan codkooda inuu madaxweynaha gaadho inuu wasiirka madaxtooyada gaadho inuu golaha wasiirada gaadho iyagana qayb dhan baa ka furan wasaaradda xidhiirka golayaasha oo runtii ah qaybta ugu muhiimsan hadii goor waxa inaga inoo dhaqanaa haddii wax la boobayana ninka dheerayn iyo xoog weyn baa boobka ka qayb gala haddii madaxda dowladda loo tegayana ninka la garanayaaba xafiiska markiiba laga furaa waa dabeecad aynu iska leenahay ama ninkani wadaa markiiba wuu galaa ninkaan intaa midnaba haysani muddo badan bay ku qaadataa inuu de arko ciddii loogu talagalay xafiiskaasi markaa isaguna runtii wuxuu qaabilsan yahay inuu fududeeyo inuu dadkaa danyartaa iyo arrimahaasoo dhan geliyo muddada uu dhisnaa faa'iidooyin badan buu keenay wax laga caawiyo oo ogeydeeno xafiiska soo maray oo xidhiirkaa la soo sameeyey madaxtooyada waa tii qalabka loo qaybiyey dadkii curyaamiinta ahaa boqolaalka qof ahaa xafiiskaasi wuu ka soo shaqeeyey wuxuu ka shaqeeyey madaxtooyada usoo gudbiyey iskuulladii dadkii dhagoolayaasha ahaa loo sameynayey waa tii madaxtooyada laysugu wada keenay intaa shan iskuul mimbonome ilaa burco ilaa hargeysa dadkaasoona waa la soo casmay madaxtooyada madaxweynaha la kulmay qaybtaa xidhiirka dadweynaha ku saabsani xataa waxaa jiri karta waqtiyada qaarkood dadku mas-uuliyiinta dowladda de inay dad shicib ka soo cawdaan oo yidhahdaan halka cadaadaray kaga dhacday ama qof shaqadiiba sharcidare lagaga eriyey ama qof ay dhibi gaadhay qofkaasoo loo baahanya inuu helo cid u garsoorta dee dalka wax laga xukuma madaxtooyada marka cabashada xataa wasaaradaha khusaysa inay gudubto oo laga shaqeeyo ayaa iyaduna ka mid ah garsoorkaa ka mid ahaa waqtiyada qaarkood dad cabanaya oo arrimahaasuna ka cabanaya runtii xafiiskaasi waa xafiis isaguna ahmiyaddiisa oo loo baahan yahay
هذه وسيلة عصبية من مسؤولين هراء شوكتي إلى هذه أدلون نوريه وضدك وعي هلان ميلا عبشده دمرته وعي حكومة كقادو مدعوينها كقادو ميلا ضدك باهم لقع عاويه ونكا آنهمتي لهين وجهي ويسكو فرفروه وميلكو مرام عيدو صومة قصداء لهينه دي وضدك وصوه قادي كرو حكومة دي حقوضه وكله يوهيلي كريه أريما هاسونا مع فيه سكو حساري هاي وحنكو سو كومية الوزير كان إلى هاي نحيل كيس أوف المذيعو الوزير كي هو رأي حكمة ونجينا إلى هاي واحد خير لين الله كل ميو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أحد يقول رسبة هذا التحديد ما دي سي تلي وزير هذا كان مسقوطين إنه يوك حيل كله وريجا يبكور بحيي وزارة دوقي ما هي إلا هاي نكور بحيي كسي داران مايو وحنا نعلم انتين انو ماتا نسيبو هالين انو تشوغنو وقوبشو كاهانو صدح قضب انو وزيركي هوري سيسو قوتنو ودعينو لاحينا وقبرينو انو جزائي كسيو انتي هاوشا ايا وقبتين مدني هاي هالكنا لغت المامي لابا ان عينو hambalyeyno wasiirka cusub ee xilka aynu maanta halkan aynu marqaatay ka nahay ee ugu rajinaayo ee madaxweynuhu magacaabay ilaahay hawsha u fudeeyo ilaahayna waxaan ka rajaynayna inuu hawsha u fudeeyo oo horumar ka gaaro wasaaradda hawsheeda iyo shaqadeeda halkan laga warbixiyay sida ay sheegeen madaxdi wasaaradda iyo madaxdi kale ee ka warbixiyay wasaaradda muhiimadeeda waa wasaarad ballaaran oo qaybo badan ku shaqale halkan waxa ka muuqata golayaashii qaranka oo dhan waxa tii xilinaysay waa tii dadweynaha iyo golayaashii qaranka xilinaysay waxa halkan iyadana lagu xusay in khilaafaadka iyo wixii dhibaato ay taageen tii xalilaysay yey ma ko loogu daray qodob aad muhiim ah tiknoolajiyada casriga ah ee ka shaqeyso ka qayb qaato inta maanta waxa dheeraan halkan ku kordhinaya wasiirka Cali Cusub ee xilka loo dhiibay mudan isna qaanay runtii waxaan qabaa inuu yahay wasiir firfircoon oo xilkiisa ka soo baxaya mustaqbalka laga yaabo sanadka sanadkiisa insha Allah ta'ala rajaynayno yadoo imi wax badan la qabtay in meel halkan iyo meel ka sii sareysay ay gaarisay markasta oo wasaarad joogo iyo markasta oo ka maqan yahay waxa weeye nin karti leh wax qabta waxa uu fiicoono xisbiga kamida xisbiga DC intii uu ka maqnaa imi ka hawshana marnaba ka maqnaa hawlaha qaranka hawlaha xisbiga hawlaha daryeelka dadka marna ka maqnaayn ilaahayna waxaan kaaga barinaa inuu hawsha ku fudeeyo intaasan ku leenahay inteen waxa kala aynu nimeyno halkan marqaati ka noqono iyagana xil weyn ba saaran oo haday intii noonaaydun xilka calawaad kala wareeg leh oo waydi fudan lahayd laakiin marqaati baan ka nahay culays weyn ba ku saaran waxa laga yaabaa in tan taariikhda ku gasho aanu sanad dabadeed ama laba sano oo dambeeyay intii noolaata ay ka marqaati kici doonto cali halku ka dhaqaashiyay halku qabtay ama in ka badan ba laga warami doono marka wax weyn taas ku waa marqaati ilaa ay kula garab gala hawsha ilaa ay ku fudeeyo shaqaalahaana waxaan rajaynayaa in sidi ay ula shaqeyn jireen wasiirkii hore inuu la shaqeeyo waa maasantii inuu salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatuh lamaati ba salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatuh al waxay ila tahay inaan ilaado deeragii horan ku raacsanahay mar hadii hadalku yani murtidiisi iyo arrinkiisa dhamaaday laakiin hadda soo taagay labada nin ee aan maanta xilka u kala wareejinayna labada mas'uul aynu kala wareejinayna mas'uuliyadda wasaaradda aan isaga masuulka tagay ee xilka hore u hayay waanu ducaynaa insha Allah si sharaf leh inuu ku sagooteena aan Ilaahay si xeer qabtay meel xeer qabto kale hageeyo waana masuul qaran meel kasto joogo aan aad baan ugu ducaynaa waana sagooteena hal qodob baan oranayaa wasiirka cusub Cali Xamud wasiirka aan waxa laga yaaba dadka ama sidii jirtay runta ahayd madaxweynaha qaranku
isagoo xaq u leh xil ka qaadista iyo xil u dhiibista waddankaba sida uu siinayo dastuurka dalkeenu cali madaxweynuhu wuxuu isku qanciyey in uu wasaarad buuxda shalay wasiir ku-xige baa ahayde wasaarad buuxda xilkeedii kuu dhiibo kuu magacaabo wasiirka wasaaradda golayaasha qaranka iyo cilmi baarista iyo weliba saayid kale alxamdulilah dabcan ha waxaan halkaa laga garanayaa ma aha iska magacaabisun waa lagu hubiyey uu ku qiray madaxweynuhu aduu xilku xaggaaga saaranyahay maanta inaad u hiiliso madaxweynaha qaranka oo war waxaa lagugu arkay lagugu caashaqay mar kale wasaaradda nooga muujiso daana kuwada caashaqnay insha allah waan kula shaqaynayna laakiin waxaan leeyahay wasaaradaha qaranku waa isku wada mid waa isku wada awood qaab iyo isku mid usoo wada baxaan waxay ku xidhan tahay qofka iyo shakhsiyadiisa xilka haya haddii qofku qof isku kalsoon daacada karti leh xilkasnimo leh wasaaraddaas waxay noqonaysaa madaxweyne ku-xigeenka ayay ku xigaysaa ma jirto wasaarado kale hooseeya cali waxaan ku soo dhoweynayaa wasaaradaha qaranka dhammaantiin inta kasoo qayb gasho waa balyeynayaa waanu ducaynayaa runtii waa bil ramadaan ilaahay barakadeeda hayna siiyo iyo khayrkeeda hayna la waafajiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat waxaan u hambalyeynayaa wasiirada la kala wareegaya maanta xilka wasaaradda wasiirkii hore runtii hadalladiisi halkan aan aada uga soo gaaray aad baan ugu mahadnaqayaa mudane aadan waxaan kaloon ugu hadlaqayaa wasiirka cusub cali xaamuud oon leeyahay xil horena waad soo qabato kii kugu horreeyay maa ogolaha wasiirada oo markii labaadeed gasho waxaan insha allah tanna ilaahay kaaga baryayaa in ilaahay kuu fududeeyo xilkan cusub eed qabatay wasiirkii horena waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay meel khayr qabta uu geeyo laga yaaba inaad soo noqoto calimo waa kaa soo noqdeen marka insha allah waxa weyaan xilku dee waa wareegto waa meerto sida madaxweyneyaashu u kala wareejinayaan xilka somalilan dhaqankeeda ah in qofku markuu xil qabto uu muddo hayo mid kale haddana lagu dayo si wada yeelashadu wadalahaantu iyo xilalka dowladnimo qof waliba markiisa uu soo taabto si uu xilkiisa u guto maaha kii horaa wanaagsanaa maaha ka dambaa kii horaa xumaa ka dambaa wanaagsan maaha laakiin waxa weyaan xilka dowladnimo in la dhadhamiyo qof waliba meeshuu ka soo gaaro xilkiisa uu ka qabto aada iyo aad baan mudane aadan anoon aqoon badan u lahayn intii aan de ugalaha wasiirada ku jiray aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa hawshii ficneed u soo qabtay cali xaamuud oo muddo fara badan aan wada shaqaynaynay aan aqoon dheer u leeyahayna waxaan filayaa insha allah siduu dantii horeba ugu shaqaynayay si ka badan maadaama imika wasiir buura ah uu noqday xil dheeraadi fuulay deganaansho badan iyo miisaan badan ku dari doono isagoo nin dhallinyara oo firfircoon oo aada xagga shaqooyinka runtii ugu fiican inaad u aqaano insha allah bidnillahi alkarim waxaan ka filayaa isaguna inuu aada iyo aada xilkiisa u kala wareejiyo marka insha allah waxaan kusoo gabagabaynayaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilanna uu ku mahadsan yahay inuu xilalka marka insha allah dadka uu kala wareejinayo uu garto in qofkii horena loo mahad noqo waayo xil buu soo hayay aadanna waan uga mahadnaqaynaa iyo intii dhammaan la shaqaynaysa wasaaradda kala shaqaynaysay in xilkoodii hore ay si fiican usoo guteen insha allah biidni illaahi alkariim meesha dambe uu tagana uu insha allah xilkiisa saa uga gudan doono qofku ma aha haddii shaqada laga fadhiisiyo in dee hawshii xilkii soomaaliland uu ka fadhiistay qofba meeshii uu doono ayuu ka gelayaa insha allah biidni illahi alkariim marka waxaan leeyahay wasiirkii hore waanu u ducaynaynaa waanu sii galbinaynaa aada iyo aad baad dhammaantiin mahadsantihiin waan idiin ducaynayaa xilalka insha allah la kala wareegaysaana wasaaraddaana insha allah waxaan filayaa talooyin badan halkan uu ka soo jeediyey mana xuma qofku meeshii uu joogay inuu talooyin ka soo jeediyo madaxweyneena jamhuuriyadda soomaalilandna waa madaxweyne u soo jeeda runtii dadka inuu la shaqeeyo gaar ahaan waxaan madaxweynaha ugu hambalyeynayaa inuu magacaabay wasiir ku-xigeenkii imika uu magacaabay kalluumaysiga cabdikariin axmed mooge uu ahaa nin dhallinyaro ah
حكومته waxay soo bandhigi doontaa dhawaan inta dhalinyaro la magacaabay inta agaasimo laga dhigay inta dadoodu aanay soo dalgaadin ee wada agaasimayaasha laga dhigay marka dhalinyarta waxaan leeyahay madaxweynaha waa in aad iyo aad ugu mahadnaqdaan aad iyo aad baan insha Allah dhamaantiin bay idinku hambalyeynayaa Soomaaliland guul iyo ixtiraam baan rajaynayaa waxaan la sii wadaagayaa maanta adigoo halkan jooga oo waxaad soo dad isku yimaadeen sabootigayga waa nin mahadnaqaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa in وزير عسوه يدير يهاو أنا حتى عندما جو جرو معروف ما هي على صاحب الله ولا هاي عيد ترى لأنك صاحب الله هم على كأننا مجد يا علي ده سو يدير هاي مركاو حم لا وحي ما عندك هذا البيع هلا برشة وأنا أحسن أكون حاجة سو تشيرني يا شقلا عن هيلي وحن لقيك مضي الله هذا يا عمري نرنا هالسيء مدح وينها سومان لا أحمد محمد سينايو يسألوا متعلمة قرانا يا قيمة يا قاية هاي لها هاي تكنولوجيا يا ريسيرشكو أيو كو مقعابي كو سوجي ديو كو مقعابي نكو ريلا كو مقعابي هاي هرانو اسمه واحد ويان سيدان وقهاي إلي تهاي وزارة آد يا آدو وي وزارة وحنا مقعابي لحي لبتن كي جون لبكن 2020 وطبعا معجيسة بشي دي اللي مقعبان هذا الديب يا حلف ما كان يدو يسكن معجزة هذا واحد وقام مهن عليا أول آدي أبو سلام يا مدحوي لها سومالي لان أول لها يكسور لبو وأهل بكوت على هاي وحان حلكا وزارة الحليلكا قول ياشا حلف البانيستا هي التكنولوجيا عن كور يجينا يا وزيركا عصوب يا وزارة مستر علي حامد جبريل وزارة دواء هيئة شقاء وحي دقلت هاي لما يرد حفيسي روحنا على الحي ولكن هل نقول لي بك من أنت عاصر في عن أي أنا نقول لي وزارة دواء حيث كومة هاي والا والا الشيقة والا والا قاعدة واحدة معمولك واحدة حريرك أقول ياشا واحدة حريرك تدوينها واحدة حلنت خلافاتك واحدة عبباريستا يو واحدة تكنولوجيا ذا وأنا أنا ميزانية لبقول يا فريق طبعاً ليسكا حساب حلكا بلها جونيو جانوري جون 2014 ليسكا شغالها ليسكا كاديتكا ليسكا قلبكا حفين سيلا وحق ليسكا قلبكا حفين سيلا عند بارستا ايو تكنولوجيا ليسكا بيلاش التاجن لو كنت استحيل طبعا ليسكا بيلاش أفريق طبعا مركا وحن لها هاي لما أنتي وسلامتي هين واربحين بلما بحين لها ولكن وقتك أيضا هل كان يقول لي هاي قول الله سواء قابي يقول لي خبري هنا وسواء قابي لي وعود الله مركا وحويا ساسة بما ستين آدي على النباط أولا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا حيا waxaan mahadnaqayaa dhamaan baawintiida ka soo qayb gashay saxaafadda iyo intii kale ee aan wada casiina ka soo qayb galay iyo dhamaan wasaaradeedii hore ee wasaaradda waxbarashada wasiirka iyo fariid dibad xafiiska imtixaanaadka qalin la daawud iyo intii kale joogtay barta maana gaarad ugu leedii inta kale ka soo qayb gashay ee xilalka dawladda ay samaynayaasha dhamaantiin waxaan wadi wada mahadnaqayaa marka labaad waxaan mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo mar labaad ee aan kursiga kasbaday inaan mar labaad wasiir magacaabo oo markii hore xil kaga qaadayna aan saagu la shaqeynayay horan awl aan saagu la shaqeynayay imika hadaan xil haya hadii kalaba xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaheeda aan markastaba waan garab taaganahay ma yihi dadka hadii kursi loo dhiibo oo la shaqeeyo maanta kursiga uu ka tago aan dalka iyo dadka halka ka soo fariisanaya ee taasi waa sida taasi waa sida marna laygu ma arag dadka kalena waxaan farayaa
إن حلكو أنا مرتاحين وحلكو ياي أمانو لجودي بتي ما هو مدحوينها شمود السمان لنا دستوركو وسيء ما أنتوا ربنا أمانة كان كورنا يو سشرف لنا تجود بيسو ودو ديبتو ما أنت أمانة لجودي بنا سشرف له هذا قاتو ما أنت هاي بيشو سجال تاي وحن هالك أمانة وسارة داس وسارة حرير كقرياشة البارس سيتي كنا كذا هي أمانة لجودي بي أنت هو مدحوينه إيج مدحوين تا مسؤول ديها وأنا قام هاد نقيا وحن مدحويني مر لبعض كذي دورتهاي وأقولي وليه لسي مرلبات كاسي وأنا صبينا يا إلهي إذا كرم حين كبري وبرير ربنا يسمعه فرنت هاي إن إلهي حلك إلهي هو أسطرة ونقول كيف يقول إستا أدل كيسة أدل كيسة يدين تيسة ما فع إن مرك كلامه وحنص نقول يا سلحك البدن وسارد كورة ليه وسارد ما قاعد يحوي وسارد حديث كقول يا شا عند باريستا يتكنولوجيا ذا مرك هو رأي باين إن تين حديثك قلياش وصوت ورقبتين وحوي حيرشة هي حديثك لفظ قلياش وهي قلها قرتيه قلها وكيل هذا هي قلها فلينتها وحديثك الحمر كأي حير الصوت تيا قلها فلينتو أنصحيه وحوي سوقت بيا برلمانك مركو برلمانك أنت هلو يمن ووسارة وصوت حمراء كدي وصوت حمراء أن قلها مركان كو أنصح إنه عري أيها الكاتمات وحيرة أن قلها كعلنا قلها جينا قلها صو أنصحية كدي بنو وانك سوقاتنا بحويلها آخر كا صحيحة سو حير كاسو نوضو حيرو رقن كردل كا شغدي دوا انتا يوحي عبد الله المالا الباريستا الباريستا وحوي ووح أن دماني ولي يدبع سيد مركين وتلقل واجري الباريستا وسيارة قرأة مالها إفري أورغنايزيشن أما أورغنايزيشن كسو جلائي وحيلانا يعني بارس ويلانا يا أورغنايزيشن مركان لي وسيارة دولة نقرار وحكيلي كلا شركة لها برايفت كي يدلكها أما شركة كسته أو برايفت أو أدونك كجل تاي وحيلا ده رسيج عند فلمن أي لا هاي أو رسيج ولا لا إفري أورغنايزيشن جلا أو بابليك يا برايفت با وحلي يا هاي رسيج بولي يا هاي وح وسيارة دن أي لا هاي أو قارة معها أو حنا شغالة وسيارة دن شغية يعدي كل بابليك با إنه وسيارة دن رسيج كل يجي لهين إيش كده كوا دولة دي كوا برايفت كوا أي لا رسيج عند فلمن أو كوا كوا دارتين شركة ها عالمية يا مركز جوجان با لكن وحوي وسيارة إلى سكح دوي أو ملك صوي خسيس كسر على ذلك إلى يوقاته ويحوجه إذا وضع كينته سي أي وحي كلا أي وحي كلا با أو هم باقاته إن تكلا تكنولوجيا دي أنا كتر مامو وأبدا أنا قبض كلام لكن إيه أنا كتر مامو وحوي وقاب كذل خوش قيني أي أو تماسيش كلا إلى هذا أو يمكن واحد كلا أرضي لنا فرح بدن لي أي هذا تهريب يسا أما إن أي شيء كذل كبرتاي وحلو بهاي هاي أنت سوفت وير هذا فرح بدن لي ee dalka lagu caawiyo ama bajetada lagu caawiyo ee aynu siinayno dalalka dibadda salaahan mashruuca wasaaradda waxbarashada EU siisay ayaa waxa jiray in ITGC software-kiisi Australian password ku xidhnaa oo dibadda laga keeray hadii uu dalku aqoonta iyo tayada u leeyahay dalka gudaha ku joogay ardayda ee ITGC dalka barta jaacada Hargeysa jaacada Cumud jaacadaha dalka oo dhan ayaa dhamaantood oo ay ardaydu darsheysha sameeyaysa oo software sameeyaysa taasan rubna sida wasaaradda wakaaladda biyo argeysa ee wakaaladda korontada argeysa biilasha ay sameeyaan ay dadku soo diraan waa software dalka lagu caawiyay oo niman hindi ay Nairobi ku soo sameeyaan taasan rubna in ardayda dalka u dhalatay hadii ilaahay nagu aasturo oo aan sameyno xeerar u sameyno oo ay dalka ardayda dalka joogay ay sameeyaan softwareada si iyaga ayaa baahidooda iyo wuxuuga garanaya hadii ilaahay nagu aasturo anaga oo la kaashanay jaamacadda taa dambaysaa hay'adii ICT-ga oo shuruucdeedu dhameystirnay dalka ayaan iyaduna si fuliya u hirgeli doonto wasaaradda hoostimaada ayaa iyaduna si fuliya u dhaqaaqi doonta hadii ilaahay nagu aasturo dhamaanteen waxa weey dalkeenu wadan urdina wadan ma aha inay u fikirno sida dalalka 8900 sanadood soo dhismayay ee dhaqaalaha iyo resource-ka iyo hiyo resource-ka dhaqaaluhu ama resource-ku ma aha uu ka dalku yeeshay shidaal iyo waxan waxa ka horeeya hiyo resource-ka ka aqliga iyo caafimaadka iyo aqoonta dadku leeyeen in dadka la tayay oo dadka la dhiso ayaa ku ka marka wasaaradani sidii wasiirkiisa xafiiska ka dhawaajinayay wasaaradu ee iyo biyo malaha taa aan joogo hadii dadkeeda iyo ehelkeeda iyo sideeda lagu shaqeeyo waa wasaaradda fasaxkeeda iyo tiknoolajiyada iyo wixiidaba dalka meel kasta every walk of life galaysa oo research ka socda iyo technology ay noqonaysa hadii dadkeeda iyo tayadeeda kaliya wax ma qaban karo hadii aanan shaqaalaha la socda iyo dhamaan inta dalka wada joogtay public iyo private ba ayna wada shaqeyn waxaan ilaahay ka baryo briga Ramadaan inuu ilaahay
أمنية دلكينا استجاب حلالية ونصب إنهم أنو فيشنا وضعهانو وذلك سو دبل الشاركينا وحكد عيا مانتا حلم كده عيا وذلك سو دبل الشاركينا وحن الله كبرينا إنه أمنية لا ينصب إنهم سدا يسخ في عن إنه أمنيةنا أنو إلالينا أنو سكوح دانو أو مركز ولا شيء وحن ما هذا قارو سو شيءنا يا صاحب كي وذلك مدة بذا كم غلا أو مانتا صاحب سامي محمد عبد الرحمن محمد أو صدّن شريه صدّن صنادقكم مغلاي غريسكا ودلك ويك شوكا أيام كسو دويري محمد عبد الرحمن كسو دوما مغلاي دلك أيو هويو موصو بلكم ودما سنتين دمانتين وبالله توفير هيا دحار دلك نحيل كندبر كساري لو دار شطرمكم محادا حو حولي جسو قيسا محا حولي جسو قيسا ishi kamarante dabato sahayeste kaddu sugidadalke ayo